الفشلات أفشل ناس بالعالم بتشوفونهم على التلفزيون استنوا عالواب شعر الشاور. واخيرا ساتسوق او اخذ الاشياء اللي ابيهم وان شاء الله اكسر يوسف خرش الزق. وات يوسف خرشيد جاك الموت يا تارك الصلاة تستاهل يا تيست النعال. احتم جلدي بنجاح لا لازم اهرب اهرب الفاز شغله شغله يمكن في شيء حلو. تعرفوا على لينكولن لاون وشقيقاته العاشر منزل لاون. أوف بخلي قناة ثانية غير هذه قناة سونغ. مللت من التلفزيون خلينا نروح تشوبست اول راح غرفتي احسن وانام عشان اخلص من السموم اني شفتك الحلقات الجميلة. خيرا شو مزبي ابي اضربك ضرب وطير وجهك واروح. الفشلات أفشل ناس بالعالم بتشوفونهم على التلفزيون استنوا عالواب شعر الشاور. الفشلات أفشل ناس بالعالم بتشوفونهم على التلفزيون استنوا عالواب شعر الشاور. يا الله صباح خير وأخيرا خلصنا من يوسف خورشيد التيس الحيوان الكلب. قوم الله يلعنك من جدام يا خرا. ما بكون شنو بتسوي يا خرا يا كلب لابست النعال. إذن سأضربك وألزق رأسك في الطوف وسترى ماذا سأفعل بك يا حيوان. أنا فعل النهاية كلب أنا بست الملك أنا بست الإمبراطور
أنا الأول في العالم، أنا براويك يا بشار شاورما يا كلب يا حيوان يا حقير. متحمس أشوف الأخبار، إن شاء الله تكون أخبار حلوة لي. عاجل وسبو عاجل بستنع أحذري بستنع. ماذا سأفعل إذن يا بشار شاورما؟ ساعدني يا بس النعال، والله إذا ما طقيتك طاق ما يسموني يوسف برشيد. تعال يا حبيبي يا جماعة ساعدوني، يوسف برشيد يا كلب يا حيوان يا يوسف خرشيد يا كلب، إن ما ضربت الضرب ما يسموني بس. ابلع يا كلب يا يوسف خرشيد يا نعال، ابلع يا كلب يا حيوان يا خرا. الفشلات أفشل ناس بالعالم، بتشوفونهم على التلفزيون، استنوا على بشار الشاورما. الفشلات أفشل ناس بالعالم، بتشوفونهم على التلفزيون، استنوا على بشار الشاورما. هلا بس صديقي. هلا عبد الله، كيف حالك؟ الحمد لله، وانت يا عبد الله؟ انا الحمد لله. شنو رايك نطلع من البيت بما ان طشار نائم، طشار شاورما نائم؟ طيب يلا نروح. ليش طالع من البيت بدون اذن يا كلاب؟ ايش دخلك يا كلب يا حيوان يا يوسف برشيد يا حمار يا خسيس يا خايس؟ انا حبي علمك يا كلب يا حمار يا خرا، انتو بست النعال يا وسخين. لا ابلع يا كلب، تتعدوني انا يا وسخ يا غبي؟ ابلع يا كلب يا حيوان يا خبود ثيوب. خذ هي وانت، خذ هي يا كلب ابلعها. خذ هي، تاخذها يا كلب ابلعها من يريد. خلاص روحوا ولا ترجعون ولا أعصب مرة ثانية وقتلكم يا كلاب يا حمير. أوه الله يلعنك يا بست النعال يا كلب، خلتني أنضرب يوسف برشيد التيس. يا طشار انجلت من يوسف برشيد. شنو هذا الدم اللي عليك؟ شنو قل لي صار؟ شنو صار يعني؟ قل لي من ألف ليا. السالفة هي أنا كنت طالع ويا عبود يوتيوب، رحنا نتمشى الشارع، آخر شي لقيني يصبر شي وجلدنا جلد وبدون أي شي بدون أي سبب، وبس هذه هي السالفة. خلينا استريح بليز. أوكي بخليك تستريح. الفشلة أفشل ناس بالعالم، أفشل منهم ما في، بس تنوع على طشار الشاورما، كلهم على الفشلة. كلهم على الفشلة. الفشلات
افشل ناس بالعالم بتشوفونهم على التلفزيون استنوا عالوا بشار الشاور. مباراة الفشلة ضد الجميلين بعد قليل انتظرونا. يتقدم الآن الملك يوسف بورشيد ويتقدم النجم الفشلة الأول بس النعال، والآن ننتظر النجوم الثانية وننتقل الآن للملعب أو ننتقل للجائزة لكي نراها. الجائزة هي أو الجوائز كأس للفريق الفائز وكرة أصلية وأيضا سيارة قوية سترونها بنهاية المباراة بإذن الله. الآن ستكون مباراة تسليكية لكي نرى من سيفوز. الآن مباراة بين بيست النعال ويوسف بورشيد الملك. راح نلبك يا يوسف بورشيد يا حقير يا كلب يا حيوان. بنشوف يا بيست النعال يا كلب يا حقير. الآن ستأتي الكرة. واحد اثنين أركل. لا كنت باخذ جول. هاها تستاهل يا يوسف بورشيد يا كلب. انا بعلمك ما علي الحين بعطيك جول على راسك. هاها هاي جول ليوسف بورشيد الأسطورة. لا الجولة الثانية الآن هم الآن سيكون أربع جولات وإذا فاز يوسف بورشيد فيعني سيأخذ الكاس والسيارة وكل شيء. هاي جول يوسف الأسطورة على بيست النعال. لا الآن سيأتي الفريق الآخر لكي ينافس الشاورما وغيره وإلى اللقاء. فريق الجميلين الفائزين كفو يا أحمد محمد كفو. الفشل أفشل ناس بالعالم أفشل منهم ما في بس النعال وطشار الشاورما كلهم على الفشلة كلهم على الفشلة الفشلة أفشل ناس بالعالم بتشوفونهم على التلفزيون استنوا عالوا بشار الشاورما. الله الله أنا قاعد أغني أغنية أخذ راحتك
على الرسم ملزقني عشو عشو. دا دا ياو دا 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 ياو دا دا يا بسنا يا كلب حقير على زنطر دنيا اليوم يوم عذابك والله يا مطلقين قلب ما صوتك مش موسيقى ويسموني حسن خفاجي. انقلع يا حسن خفاجي يا كلب يا حيواني حقير، انا بستن الملك انت الفاشل يا حسن خراخي. انا حسن خراخي سالك مكبي مكسن روشك. الكلام الذي قلته، أنا سعد الكلب يا حيوان يا طشار شوربة يا حقير. انقلع يا بوي الخنزير يا كلب يا خالو. أنا بعلمك يا كلب يا حيوان يا طشار شوربة. انقلع بس لف لف. الفشل أفشل ناس بالعالم، أفشل منهم ما في، بس دلوا على طشار الشاور ما كلهم على الفشل. كلهم على الفشل. الفشلة أفشل ناس بالعالم، بتشوفونهم على التلفزيون استنوا عالواب الشعر الشاور. اليوم رايح أشوف عبود يوتيوب الكلب، أقصد بروح أتصل له. يلا يلا انتظروا انتظروا بتصل على عبود يوتيوب الكلب. ألو عبودي يا كلب. ألو يا بستنا علي حقير يا خرا. اسمع، تكره يوسف برشيد الكلب الحقير الخرا ولا لا؟ مين هو يوسف برشيد الكلب الخرا؟ ما تعرف يوسف برشيد الكلب مدير قناة ام بي سي 6 الخرا المعفن اخ بي سي 6 الخرا؟ وريني وجه الخرا. هذا هو، هذا هو الكلب الحقير الخرا. ايه هو، انقلع الحين. طيب انا كلب خرا. وات يوسف برشيد؟ لا تستاهل انك بديت السب علي، وانا بعلمك حين بعطيك بوكس خارق سوبر بوكس.
لا ها ها ما بترفع معك لا ما بترفع معك هذي انا الحين بعطيك بوكس بخليك تقول يا يوسف برشيد يا كلب ابلع ابلع يا بس انه على كلب ابلع يا يوسف برشيد يا كلب والله اعطيك القاضي الحين 1 2 3 ابلع يا كلب تتحداني انا تتحداني يا حقير يا وسخ يا بست النعال خير خلص من يوسف برشيد الكلب وبست بلع القلب غفر وانا حر مو حر الحين دي لك البوكس الخارق القوي ابلع يا يوسف برشيد يا كلب يا حقير انا حقير انا بعلمك من حقير يا خرد واليوتيوب يا معفن تون انت تجرد معي يا يوسف برشيد يا كلب ايه بجرد معك انا بعلم اوف اخيرا خلصنا من عبو اليوتيوب الزق يعني الحين حاليا انا شو اسوي خلاص يلا مع السلامة يا جماعة مع السلامة انا رايح بيتي انام وخلاص المهم خلصنا من عبو اليوتيوب واهم شيء انكم استمتعتوا بالجلد والاشياء الحلوة يلا باي الفشل افشل ناس بالعالم افشل منهم ما في بس النعال والطشار الشاورما كلهم على الفشل كلهم على الفشل الفشلة أفشل ناس بالعالم بتشوفونهم على التلفزيون استنوا على بشار الشاور إلى جمهورنا الكرام بدت مصارعة الفشلة بست النعال وطشار الشاورما وخشرف الخندريت الخيط وخربي بي على مواجهة الآن يتقدم نجم الفشلة بست أنواع والآن يتقدم نجم الفشلة الثاني طشار الشاورما والآن يتقدم النجم الثالث الكلب خشرف الخندريت خيكس والآن يتقدم النجم الرابع الفاشل خربيبي والآن تبدأ المعركة بين بست النعال وطشار شاورما يا حبيبي خلينا نركز شوي يا تيس انت تيس يا كلب يا ملعون الان تبدأ المواجهة تعال يا طشار شاورما يا كلب لا ابلع يا طشار الشاورما يا كلب ابلع 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 على بالك بخليك تطقني برويك الحين شلون الطقة القوية ابلع يا كلب طير برا What the heck, Sonic? لا ابلع يا طشار شاورما يا كلب يا حيوان
تلعب رأي كلب يا حيوان يا خشرة الخدر يتخك وأنا الفائز. الفشلات أفشل ناس بالعالم بتشوفونهم على التلفزيون استنوا عالوا بشار الشاور. ستنفجر. أهرب أهرب. لا شكرا لكم يا شرطيين جميلين. الآن انصرفوا، تعالوا يا راعين البيت أو راعين المنزل. ماذا تطالبون؟ على وين انت وياه؟ على بيتها طبعا. ابعد عن الكنبة انت وياه يا حمار. انت لا يا حيوان يا حخرة يا خست النهر. أوف منكم يا حيوانة كلاب. هذه البداية يا رب بستنوا يا كلب. أوف منهم حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. نعم نعم. لا يا بيتنا وبعد ينام بيت حجرتي. انقلع. اليوم احس يوم حلو. دوم ان شاء الله خيرا. شنو تبي؟ أبي أخذ روح. لا لا الفشلات أفشل ناس بالعالم بتشوفونهم على التلفزيون استنوا عالوا بشار الشاور.
يا بشار شاورما، ما رأيك نفجر بيت خشرف وبيت اخس بيبي؟ بس اذا قالوا شيء بقول لهم بست النعال هو الذي قال لي. اوكي يا بشار شاورما يا حمار. في اليوم الثاني، اين انت يا بست النعال؟ انا هنا يا شاورما يا خرا يا معفن يا كلب. اسمع، الان هم نائمين ودعنا نذهب ونفجر منزلهم. الى اللقاء. ستنفجر، اهرب اهرب. لا فالمجرمين شرفوا الحمير، الحيوانات، الأغبياء، النفسي، يفجروا بيوت الناس الذي ليس لديهم مال، ومساكين وأغبياء وثيران. شكرا يا أحمد محمد وعبد الرحمن، شكرا لكم على الحضور وجيب السجناء الأغبياء. عفوا شكرا لكم وانصرفوا. شكرا لكم يا 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 شرطيين جميلين، الان انصرفوا. تعالوا يا راعين البيت او راعين المنزل، ماذا تطالبون من هؤلاء الاشخاص؟ بس النعال وبشار شاورما او طشار شاورما الحمار. يسدد قيمة البيت لكي نفتح بيتا جديد، وأيضا يسكنون معهم بالبيت إلى أن يعطونا المهم ونخرج. إذا حكمت المحكمة بأن المتهم بست النعال والمتهم طشار شاورما بأن يسكنوا إسبيبي الدب وأشرف الدب ببيتهم إلى أن يدفعوا المال. رفعت الجلسة. يتبع